السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل جدا في كل الآثار اللي موجودة الإسلامية. عندك مثلا جامع عمرو بن العاص في الفترة بتاعت الخلفاء الراشدين، وبعد كده عندك المفروض العصر الأموي، العصر العباسي، وهكذا. فمثلا ممكن تقول له أنا عايز أشوف الآثار مثلا اللي موجودة في الفترة بتاعت الدولة الفاطمية، هتلاقي عندك الكوب السبع وجامع الحاكم بأمر الله ومسجد اللؤلؤة والحاجات دي. طيب خلينا نشوف مثلا جامع الحاكم بأمر الله بيجيب لك هو اتبنى من فترة سنة كام، وممكن تقول له عايز تفاصيل الأثر فيفتح لك صفحة فيها معلومات عن المسجد وصور والوظيفة بتاعته حاليا الموقع. طيب نرجع هنا، ممكن تقول له أنا عايز المنازل بس، يعني عدم تفعيل كله، تقول له أنا عايز المنزل بس، فيبدأ يجيب لك المنازل اللي موجودة بالشكل ده. ممكن تقول له انا عايز برضو الجامع والمدرسة تحديث، فيبدأ يزورهم لك. الميزة ان هو بالشكل ده بتقدر ان انت تشوف كل الاثار، انا يعني واحدة فيهم اللي اتبنت قبل التاني. هتلاقي عندك هنا مسجد كتبان الرماح، هتلاقي قبة حسن نصر الله، مسجد الملك صفية، كل المساجد هيت هو مرتبهم لك بشكل جميل، شكل تاريخي. تفاصيل الأثر هو مهم جدا للناس اللي هي مهتمية بالتاريخ والعمارة التاريخية.